السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا متابعي قناة الأرباح في فيديو جديد أو فكرة جديدة تحتاجها في مجال الربح من الإنترنت أو مجالك في التقنية. هنا فيديو سأريك كيف ستحول صورة إلى فيديو، هذه ستحتاجها في إنشاء قناة يوتيوب أو في أشياء كثيرة. الجميع من الأشخاص يبحثون عن طريقة تحويل صورة إلى باكراوند فيديو، و هذا كل الطرق إخواني تجدها مدفوعة. هذه الطريقة مجانية، موقع جديد لم يشرح من قبل، أردت أن أشاركه معكم. تابعنا في هذا الفيديو البسيط. الموقع الذي سنستعمله إخواني ستجدون الرابط أسفل الفيديو، موقع قوي جدا. طريقة العمل خاصة به بسيطة جدا، ستقوم بتحويل صور إخواني إلى فيديو كما تشاهدون متحرك. تستطيعون إنشاء به مثلا فيديوهات شورتس سواء في الانستغرام، تيك توك، وأيضا اليوتيوب شورتس، أيضا في فيديوهات قنوات مثلا إخواني التي تحتاج خلفية متحركة مثل هذه الصورة. شاهد إذا ضغطنا على إحدى الصور سيقدم لك البرومت إخواني، هذه البرومت تستطيع إنشاء بها صورة، ايضا برومت رقم 2 والبرومت رقم 3. ولنفرض اننا سنقوم باخذ هذه البرومت وننشئ الصورة مثل هذه الصورة كما تشاهدون هنا. سنقوم باخذ هذه لغاية هنا، كوبي، نعود الى الموقع، نريد انشاء صورة مثل هذه، فقط يكفيك الضغط على كرييت فيديو، وهنا ستقوم بتسجيل بالايميل او بالديسكورد. بعد الضغط تختار الايميل الخاص بك مثلا هذا الايميل جيد، مباشرة سيتم إنشاء معك الحساب ومجاني. تضغط على Get Started إخواني، وهنا تستطيع تحميل صورة وتحويلها إلى فيديو، وتستطيع إنشاء صورة إخواني فقط باختيار Create، وتضغط على البرومت التي نسخناها، وتضغط على Generator Generate Image. شاهد إخواني سيقدم لك صورة احترافية وفي الإنشاء الآن. وهنا تتحكم في الصورة إذا احتجتها إخواني، سواء خاصة لليوتيوب شورتس، تيك توك، انستغرام، أو مثلا لفيديوهات الانستغرام المربعة أو فيديوهات اليوتيوب. تابع إخواني شاهد هذه الصورة، أضغط على هذا الخيار سيتم تحويلها إلى صورة. هنا شاهد صورة خاصة باليوتيوب، وهنا تستطيع التحكم في الأوتو ستايل. تستطيع الضغط مرة أخرى على جينرايتر إيماج، هنا تستطيع تغيير أي شيء تريد. إذا أعجبتك الصورة تضغط على هذا الخيار. شاهد إخواني مباشرة بعد الضغط على الصورة الآن يمكنك تحويل هذه الصورة إلى فيديو. هنا تستطيع إضافة أي شيء إخواني تريده، وتستطيع استخدام مثلا الترجمة الخاصة بجوجل وكتابة أي شيء تريد إضافته لهذه الصورة. كمثال قمت بكتابة إخواني في ترجمة جوجل تساقط الأمطار، وأقوم بنسخها وأعود هنا. أستطيع إضافتها مثلا هنا Add Edit، وأقوم بإضافة مثلا Paste، وأضغط على Make Video. شاهد كيف سيتحول. هنا سنشاهد الآن هو في التعديل. هنا إخواني لكي تفهم أين وصل الفيديو الخاص بك تستطيع الضغط على هذا الحساب الخاص بك، هنا سيحولك إلى الصور التي أنشأتها والفيديو الذي أنشأته. تضغط عليه وتشاهد إخواني كيف أصبح الفيديو. إذا أردت التحميل تستطيع تحميله بالضغط على Download، سيتم تحميله مباشرة. هنا تختار الدقة التي تريد وكل شيء، تستطيع مشاركته وأشياء كثيرة، تستطيع وضعه Private، تستطيع التعديل على كل شيء إخواني. هنا ستعود إلى موقع مرة أخرى، عفوا كرييت هنا، وتقوم بمثلا تحميل صورة. ولنفرض أنني أريد تحميل إحدى الصور، هذه الصورة ضغط على أبلود. هنا كما تشاهدون تم تنزيل الفيديو، تستطيع إضافته كخلفية مثل الخلفيات التي يضعها صناع المحتوى إخواني، وتجدها خلفية احترافية. إذا دخلتها إليها أنت تستطيع التعديل. شاهد أخي هنا تم تحميل الصورة، سأشرح هذه الأشياء في الأسفل. هنا مثلا إذا ضغطت على هذا الخيار Change Color أوتوماتيكيا سيتم تغيير الكولر، تنتظر فقط عندما تجد هذه الكلمة Renaming، يعني
فهو في الانتظار. هنا 5% كما تشاهدون في الآلة. شاهد أخي بعد تغيير الكولور، شاهد كيف أصبح الفيديو، يعني فيديو احترافي. هنا شاهد هنا هذا الشيء يتحرك، الكولر يتحرك، تستطيع تحميله بالضغط على الداونلود، سيتم تحميله بضغطة زر. تستطيع العودة هنا والضغط على مرة أخرى الحساب الخاص بك، هذا الحساب ستجد كل التعديلات التي وضعتها في حسابك. جيد، هنا شاهد التعديلات، هنا الصورة الأولى الثانية الثالثة. استطيع مرة أخرى الضغط على create، وأريك شيء مهم، تضغط على upload image واختار مثلا نفس الصورة open، وهنا إخواني الصورة تم تحميلها. تستطيع الضغط على التعديلات من الأسفل، مثلا هنا تغيير السرعة أو أي شيء تريده. هنا تستطيع ترجمة، هنا الطول، طول الفيديو، أيضا هنا أشياء خاصة بالسرعة، هنا الديناميزم تستطيع تحويلها هكذا مثلا أو هكذا هكذا. طول فيديو مثلا فقط 4، هنا سموثنس نعومة مثلا هكذا، هنا سبيد إخواني تستطيع التحكم في السرعة، وتضيف أي شيء إخواني. مثلا تريد إضافة شيء، مثلا هذا القط تريد أن يجعله يضحك، فقد تعود إلى الترجمة وتقوم بكتابة يضحك. كوبي، أقوم بإضافتها هنا بيست، وأضغط على ميك فيديو، وشاهد ماذا سيحدث. هنا كما تشاهدون الألوان يتم تغييرها، تم تغيير الألوان. وهنا في البندينج تستقوم بالانتظار إلى أن يتم التعديل. وهنا كما تشاهدون تم التعديل، أضغط على داونلود. شاهد إخواني أضفنا بعض الأشياء. إذا قمنا بالدخول إلى الفيديو ستجد أنه يمكنك التعديل، فقط أضيف الكلمات التي تريد. أنا هنا أضفت فقط لكي لا يطيل الشرح. أيضا هنا إخواني الشيء الجيد أنك عندما تحمل الصورة ستجدها إخواني في الموقع يتم إضافتها، وستحصل على البرومت إخواني. هنا شاهد تستطيع إنشاء فيديوهات بطريقة احترافية، مثلا مثل هذا الفيديو. شاهد الفورم الخاص به، مثلا صورتك الشخصية تريد تحويلها إلى فيديو، فقط تضغط على هذا الخيار وتأخذ البرومت إخواني. هنا شاهد البرومت، هذه البرومت إخواني، تستطيع وضعها على صورتك، تستطيع تحميلها. أخذ البرومت كما قلنا، هذه فول برومت، هذه البرومت إخواني تستطيع تطبيقها على أي صورة تريد، تقوم بنسخها فقط وتعود إلى حسابك وتطبقها على أي صورة خاصة بك، مثلا هذه الصورة. هنا الموقع لا يشبه التعديل على ما أعتقد، يجب عليك تحميل مرة أخرى الصورة، فقط تعود إلى create وأضغط على upload وتقوم باختيار أي صورة. بعد اختيار الصورة إخواني text video، هنا سأضغط على add أو أقوم بإضافتها هنا إخواني مباشرة، ليس add، هذه البرومت، وأضغط على make video، والآن سيبدأ في التعديل. نحن كما تشاهدون أخذنا الصورة الخاصة بالرجل، لديه لباس إخواني، يتم تحويل اللباس خاص به إلى فيديو. نشاهد ماذا سيحدث هنا في البريسيسينج. شاهد هنا تم تغيير الصورة نهائيا إخواني، هذه الصورة تستطيع تحميلها ووضعها فيديو. أنا فقط أقوم بتجريب على صورة، أنت تستطيع تطبيقها على صورك. شاهد الاحترافية، يحافظ على الدقة وكل شيء،
وأيضا مجاني 100%. هذا هو فيديو اليوم، أرجو أن تستفيدوا منه، وأرجو أن يكون هذا الفيديو مفيد، وخاصة الأشخاص الذين يبحثون عن تحويل تكست to فيديو.